السلام عليكم. آيفون 16 يظهر للعلن مع تصميم مثير للجدل يعود تاريخه إلى العام 2019. هل ولى زمن الابتكار يا أبل؟ هذا ما سنشاهده إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على الزر لايك واشترك لكي تتوصل بباقي الفيديوهات القادمة إن شاء الله الجديدة. قبل إطلاق الآيفون 15 والآيفون 15 برو ظهرت بعض التسريبات التي تعرض لنا التصميم الجديد المحتمل لوحدة الكاميرا في الهاتف آيفون 16، وهو التصميم الذي يضع الكاميرتين في ترتيب عمودي بدلا من الترتيب القطري الذي اعتدنا عليه في السنوات الأخيرة. وعلى ذكر ذلك فقد ظهر الآن تسريب جديد عبارة عن رسومات تخطيطية تؤكد ذلك. شارك معنا المسرب الشهير جيمبو والمعروف بتسريباته الناجحة من أبل أو من عالم أبل مؤخرا عبر حسابه الشخصي على شبكة إكس بعض المخططات التي قد تعود إلى الهاتف آيفون 16، مؤكدا أن أبل تدرس تغيير تصميم وحدة الكاميرا في هذا الهاتف من خلال ترتيبها عموديا كما فعلت مع الآيفون إكس في عام 2019. هل سيتغير تصميم الكاميرا الخلفية في الآيفون 16؟ ميجين بو معروف بنجاحاته في الماضي، في الواقع كان هو الوحيد الذي صرح بأن الساعة الذكية أبل واتش سيريز 7 لن تغير تصميمها، عندما ذكر محللون آخرون مثل مارك جورمان أنها ستحصل على تصميم مسطح. بالإضافة إلى ذلك فهو عادة ما يكون مسؤولا عن تسريب صور الملحقات الجديدة التي توشك شركة أبل على إطلاقها، أو هو من قام بتسريب مصطلح فاين ووفن الذي أطلقته شركة أبل فيما يعد على حزام أبل واتش الذي حل محل الحزام المصنوع من الجلد. لهذا السبب تعتقد العديد من المواقع أن الرسومات التخطيطية التي سربها ميجين بو في حسابه الرسمي على شبكة إكس صحيحة وتعود بالفعل للهاتف آيفون 16، وبالتالي إذا كانت هذه التسريبات صحيحة بالفعل فهذا يعني أن آيفون 16 سيحصل على تصميم جديد على مستوى وحدة الكاميرا في الخلف من خلال وضع الكاميرتين في ترتيب عمودي كما حدث مع آيفون إكس، باستثناء أنه في هذه الحالة تم وضع كل عدسة في مساحة خاصة بها كما في الآيفون 12. والتغيير الصغير الآخر في تصميم الآيفون 16 سيكون زر الالتقاط Capture Button الجديد، والذي سيكون موجودا في الجزء السفلي الأيمن من الهاتف وبالضبط أسفل زر التشغيل. هذا الزر سيكون مخصصا بالكاميرا للتصوير الفوتوغرافي، علما أنه سيكون حساسا للضغط واللمس، وسيكون قادرا على تنفيذ إجراءات مختلفة اعتمادا على مقدار الضغط المطبق عليه أو إيماءات السحب فوقه إلى اليسار أو اليمين للتحكم في التكبير. مع هذا التغيير الطفيف في تصميم الكاميرا نتساءل عما إذا كانت شركة أبل ستتيح للهاتف آيفون 16 تصوير مقاطع الفيديو السينمائية، لأن هذه الميزة تقتصر فقط على الهاتفين الـ 15 برو أو الآيفون 15 برو ماكس في الوقت الراهن، وظلت غائبة في الهاتفين الآيفون 15 والآيفون 15 بلس رغم ارتفاع سعرهما. ما رأيكم أعزائي الكرام في هذا الخبر الجديد والديزاين الجديد لهواتف آيفون 16 القادمة؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.